السلام عليكم جميعا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في احلى وصفه مع منى. شوفوا بقى، النهارده احنا هنفتح معاكم الهاتش مولي دي. نشوف ايه جوه البيض ده. دي هديه ساره وجنه، صح يا ساره؟ دي الهديه بتاعتك عشان هي بقت كويسه وبتسمع كلام ماما وبتذاكر كويس، صح؟ ها، ومش بتتعب قلب ماما، فعشان كده ايه، هي وجنه، فعشان كده جبنا لها الهدية دي، هي تستحقها. فطالما تستحقها وبتسمع الكلام، ماما هتجيب لها هدايا تكون هي غالية طبعا. تجيب هدايا غالية. يلا بقى نفتحها ونشوف جواها ايه. دي هاتش، دي عاملة زي بيضة كده كبيرة، هي يعني شيقة للأطفال. يا ماما زي وجواها ازاي نفتحها؟ هنشوف بقى كده ازاي نفتحها مع في بعض. زي هنا سولوتيب. في زي سوليتيب هنا نشيله. انتي مش بلاش انتي. مبسوطة يا سارة بالهدية؟ دي الهدية اللي كان نفسك فيها انتي يا جنة كمان. جنة عارفين ليه انا جبتها؟ ليه؟ علشان بقيتوا تسمعوا الكلام وبتعملوا اللي ماما بتقوله. اياك نرجع تاني زي الاول. اوعى 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 على حبلصك. استنى بقى كده نفتح كده. ده كده كان زي غطا عليها، وبعدين جواه بقى اهي البيضه دي بتاعتك يا جوجو. طب يلا افتح ده كده، انا متشوقه اشوف ايه اللي جواها وبيعمل حاجات اللي جواها. يلا اهي، يلا دي بتاعت ساره. فين جنه؟ في حاجات ده ايه ده ازاي تستعمليها؟ الانستراكشنز. يلا ده كمان الانستراكشنز جواها بتاع جنة. يلا هي هتعمل هاتشنج في نفس اليوم، يعني مش لازم نستنى زي بتاعة الديناصور. لا لا، دي مش بتحطيها في المية، دي مش بنحطها في المية. يلا انا عارف. يلا وده كده غطا، يعني الغطا كان كده عليها. اكيد الغطا ده ليه استعمال على فكرة. يلا يلا افتحوا بقى. حاضر يا جوجو اهي يا رحمون. ده هي ماسكه بقى من هنا، ماسكينها من هنا للبيضه تهرب ولا حاجه. دي من هنا كده، وخلي بالكم انتوا بتفتحوها زي حاجه كده ماسكه تحت، تلفها كده زي المفك وتطلع معاكي. شوف هذا الكلام ايه، فكيناها. ايه ده ايه ده، في حاجه جوه بتتكلم. ايه ده ايه ده، عايز يطلع من البيضه. يلا طيب يلا بسرعه. طيب نعمل بقى ده كده. شوفي في الانستراكشن، نشوف الانستراكشن ازاي بتعمل. هو لازم تحبيها، ما كان مكتوب شفنا اعلانها، لازم تحبها وتحضنها عشان البيضه تفقس وتطلع اللي فيها. عشان لازم تحبيها وتحبها انا ماما بتاعتها، وتفتكر ان انت هي الماما بتاعتها، وبعدين تطلع. شوفوا حلو، بيعلموا الاطفال عشان تعرفوا ان كل حاجه بالحب بايه تتحقق وبتيجي. يعني تحضنها وتحبها، اللعبه تحس ان هي ماما بتاعتها، وبعدين تطلع بقى البيبي بتاعها. جنة حبتها ومسكتها. سامعين؟ امسكيها من تحت يا سارة، من تحت كده، من هنا نعملها كده ونحبها. اوعي يا سارة ما وريها، وبعدين هتطلع. امسكي كده وريها عملتيها ازاي يا جنة. بصوا 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 اهي بتفقس اهي. اهي بصوا جواها اللعبة دي اللي بتتحرك وبتغني وبتقول الاسم. شايفين بتتحرك؟ سامعين؟ ايه ده ايه ده، هي بتطلع، هي عماله تدق جوه عشان تطلع. واو، انت عملتيها ازاي يا جنة؟ وري سارة بتاعت سارة لسه ما عملتش. عملتيها، حبيتيها ازاي يا جنة؟ وريها، وريني يا جوز عملتي ازاي. انا حقنك كده، تحضنيها، لازم تحضنيها وتحبيها يا سارة، يا اما كده مش هتطلع لك اللعبة بتاعتك. هي نامت، نامت مش عايزة تطلع من البيضة. لازم تقلبيها كده، تمسكيها كده وتقلبيها. صحيها بقى. يلا
هي بتعمل بقى كل ما تحبها وتمسكها بتطلع بتطلع نفسها من البيضه اهي. لازم كل مره تحبيها وتعملي لها كده وتقلبيها كده وبعدين هي تهاتشين. بس فين الهاتش؟ ما بياخد وقت بقى شويه، عملت ولاده متعثره. يلا ورونا ايه اللي جوه. يبقى يا اطفال عشان تطلع ما يقلبوها كده وتعملوا لها تحبوها كده، بتعمل لها رابنج كده بتاعت ساره سكتت، يعني نقلبها كده ونعمل لها كده يا حلوه يا اموره رابنج كده، وبعدين هتشتغل تاني وتطلع نفسها. ليه؟ اهي واو واو. استني لي، سيبيه يا جنة سيبيه. واو ايه ده؟ استنى بقى شهاب ده. سيبه نشوف ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ جنة زيس. سوري صوريهم يا جنة. هنا ده لسه بيكسر نفسه يا جنة، عايز يطلع. استني بس. اوه بيكسر في نفسه اهو. الحقه ده ايه ده؟ دي بومه دي ولا ايه دي؟ ما علينا، بس شكله عسل قوي. هو بيطلع نفسه مكسر البيضه عشان يطلع منها. سيبيه يا ساره، ده بقى هنا يفقس براحته، يعمل هاتشنج براحته. ده الله الله بيكسر. دي بومه اللي اتكسر طلع منها اهي. ايدي ما تمسكيهاش يا جوز. نكبها. اوكي هاي هتطلع اهي. ايه ده شيقة قوي. Why can I go sleepy? لازم تحبيها وكده تصحى. She's purple eyes. Never. كل لون بعينيها بتعمله ليه معنى مكتوب هنا في الورقه دي. اللون الاحمر هي جعانه، ولا اللون ال اه طلعت هي تطلع اهي. Your baby. بصي long. She takes really long. I don't know why. She's the smallest then. She's the biggest. اهي بصي بصي بصي. واو. ايه ده ايه ده؟ نو ليف ات. هو بيكسر بالمنقار بتاعه، بالهوك بتاعه بيكسر. شوفي ازاي هما كده بقى تكنولوجيا. انا ميكي لابسه شي ما تسليب. دي صنعة في الصين، دي الشغل العالي ده جامدة جدا. يوم ما اشوف صنعة فين شغل ميد ان شاينا يا ناس، رهيبة، برافو عليهم. شاينا دي جبارين شاطرين، برافو عليهم. بص ال بتكسر، عاملها بالمنقار بتاعها بتكسر ال يا ماما. ده غادي ريدي، المفروض هي طالعه ريدي خلاص. طلعت، نشيل بقى دي كده اللي جت اهو، مكسر بقى بالمنقار. بصوا وبعدين ده بيتكلم، ما هتقول كل بيقول الاسامي كمان. هنشوف دلوقتي هيقول اساميهم ازاي. حلوه لعبه حلوه بصراحه. هاتش اسمها هاتش مولز. الورق ده شكلها، لا ايه ده، دي بتمشي كمان. واو بتمشي وبتتحرك وبتشيل جناحها، حلوه قوي، بتعمل حاجات كتير وبتتكلم وبتعدي الاصوات وبتغني. يا ماما هنا في زرار، مرات تدوس عليه تتكلم. جميلة. وريني جنة، نشيل بتاع جنة، نساعد جنة من هنا. اهي وبعدين دي بقى ايه، نشدها كده بس. وبعدين لا 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 تلاكس مين. اهي حلوة قوي، شكلها حلوة قوي، بتعمل حاجات كتير وبتنور وبتمشي وبتعيد الكلام، حلوة قوي يعني شيقة. يلا مبسوطين بيها؟
ها جميله باللمس كده، وفيها هنا زرار بيغني وشكلها عسول قوي. حلوه الاطفال يعني، اختراع بجد. وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير. مبسوطه يا ساره؟ مبسوطه يا جنة؟ لو تسمعوا الكلام هجيب لكم هدايا، غير كده لا هزعل منكم. اللي يسمع كلام ماما، ماما تجيب له هديه. ونشوفكم في احلى وصفه مامونه. مع السلامه، في حفظ الله. لابسين ال They like each other. Wait, this can be a nest.